ديون 7000 جنيه، وعندها 38 سنة، وعندها 4 أولاد، وجوزها سابها حوالي من 3 سنين. للأسف الشديد الديون تراكمت عليها، وتم عليها الحكم بالسجن لعدم وفائها بالالتزام بسداد الديون. الحقيقة احنا مهتمين جدا بالإفراج عن الغارمات، عشان كده رحنا للحالة ديت، والحمد لله بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة قدرنا نسدد لها الدين اللي عليها. بالحمد لله بقت حرة عشان ترجع تراعي ولادها وابنها المريض. نشوف التقرير. اتجوزت من 15 سنة، كنت عايشة مع أمي. أنا كنا لوحدينا، أمي توفت. بعد ما توفت اتجوزت، ربنا كرمني كده قلت أتستر واتجوز. جبت 4 أولاد، جوزي كان شغال أرزقي على قد حاله، كان بيشيل شوية رملة شوية طوب. بعد كده سابني ومشي، بقيت عايشة لوحدي. حاولت أبيع خضار، أبيع أي حاجة لربي ولادي. فجت رحت عملت، يعني استلفت فلوس المبلغ جامد، كانوا 7000 جنيه. المشروع يعني حصل إن الناس يعني خدوا فلوسي اللي كانوا مشاركيني، وفيهم اللي مشي وفيهم كده، كنت كاتبة وصولات أمانة، ف يعني ما قدرتش أسدهم. كان ممكن اللي يحصل لي إيه، إن أنا أتحبس لا قدر الله، وعيالي كانوا هيتبهدلوا، ما لهمش حد الا انا. فاتصلت بواحد من الناس، حولوني على الجمعية المصرية، وهناك سددوا لي ديوني ووقفوا جنبي وساعدوني في ولادي، والحمد لله. يعني طبعا يعني انا الحمد لله نحمد ربنا ان انا وقعت يعني في مكان كويس زي كده، وانصح اي حد يعني ما يكتبش وصلات امانه، ما ياخدش فلوس ازيد من اللازم، عشان لا قدر الله لو اتحبست ما حدش هينفع. احنا النهارده بالتعاون برنامج من واحد من الناس، انطلاق مبادره اسمها فك كرب. دي بتستهدف 100 غارم وغارمه خلال السنه. معظم الغارمات دولت بيبقى عندهم مشاكل ان هم مضوا على نفسهم وصولات امانه، اخذوا قرض واضطرت ان هم يتعرضوا للحبس. النهارده عندنا حاله معمار. معمار دي حاله محوله من برنامج واحد من الناس للجمعيه. ظروفها الاقتصادية صعبة جدا، واخدت كارد ما قدرتش تسدده بمبلغ 7000 جنيه. الحمد لله دفعنا المبلغ اللي عليها كله، وان شاء الله منتظرين برضو لو في حالات غارمات محاولة من برنامج الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة يكون في تعاون بيننا وبينهم ان شاء الله الفترة الجاية.